إذا هدفنا نزيد البزر بأكلنا فينا نحطون بالديزيرت اللي عم ناخدهم أو اللي عم نستخدمهم بأكلنا، فينا نحطون بالأوت ميل، بالجرانولا مع الميوزلي عبكرة، بالكورن فليكس تبعنا، منكون عم نزيد البروتيين والدهون الجيدة. ما ننسى كمان أنه مثل البينات بطر فينا نعمل البطر من السيدز، يعني مش بس نختار المكسرات، نختار كمان البزر تنعمل بطر منه.